تأسست الحركة الكشفية عام 1907 على يد بايدن باول، وسرعان ما انتشرت في جميع أنحاء العالم، وكان الأرمن في اسطنبول من أوائل المتأثرين بهذه الحركة العالمية. ويعتبر شافارش كريسيان وكريكور هاغوبيان وأوهانس سينتليان من رواد الحركة الكشفية والرياضية الأرمنية عام 1912. ولكن الحرب العالمية الأولى كانت على الأبواب، وتعرض الأرمن خلالها إلى أول إبادة جماعية في التاريخ الحديث على يد تركيا الفتاة عام 1915. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أبى الأرمن إلا النهوض والقيامة، فكانت الاجتماعات التأسيسية ابتداء من 16 تشرين الثاني عام 1918، والتي أدت إلى تأسيس جمعية الهومنتمن للألعاب الرياضية والحركة الكشفية في اسطنبول بالذات، التي كانت تحت سيطرة الحلفاء بعد خسارة تركيا في الحرب العالمية الأولى. ومع انتصار الحركة الكمالية في تركيا عام 1923، اضطر الأرمن لسلوك طريق الهجرة من جديد، فانتشروا في جميع أنحاء العالم، سوريا، لبنان، سائر البلدان العربية، أوروبا، أستراليا، الأمريكتين، وحملوا معهم لواء الحركة الكشفية والرياضية الهومنتمن. وتم تأسيس جمعية الهومنتمن في بيروت عام 1924. استقطبت نشاطات الجمعية الجماهير الغفيرة من أبناء الطائفة الأرمنية اللبنانية من كل الأعمار، فاكتسبت هالة شعبية مميزة تنامت معها الجمعية على مدى السنين، وانتشرت في العديد من المناطق اللبنانية. تأسست الجمعية في زحلة عام 1927، في طرابلس عام 1929، وفي برش حمود عام 1935، في عنجر عام 1940، في جوني عام 1950، في أنطلياس عام 1970، في جديدة المتن عام 1974، وفي البترون عام 1987، في البوشرية عام 1998. تعتمد جمعية الهومنتمن إلى جانب الحركة الكشفية الألعاب الرياضية التالية: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطاولة، الدراجات، رياضة الكونغفو، الشطرنج، وألعاب القوى. جمعية الهومنتمن منضمة إلى اتحادات هذه الألعاب وإلى اتحاد كشاف لبنان، كما أنها ومساهمة منها في نشأة الجيل الصاعد تنظم دورة سنوية للرياضات المدرسية. تشرف على الحركة الكشفية لجمعية الهومنتمن في لبنان الهيئة العليا والمفوضية العامة في الجمعية، وتضم الجمعية أيضا جوقة موسيقى الهومنتمن. فيما يلي نبذة عن نشاطات ومشاركات المفوضية العامة لكشافة الهومنتمن عام 2008. في يوم الأحد الموافق 2 شباط 2008 قام وفد من كافة أفواج كشافة الهومنتمن بزيارة كنيسة القديس ورطان بمناسبة يوم الكشاف، حيث حضروا القداس واستمعوا لكلمة المطران كيغام خاتشيريان. وقد استبقى المطران الوفد لتناول الغذاء معه، تخلله برنامج فني للمناسبة عينها. يوم الأحد الموافق 9 أذار 2008 حضر الكشافة إلى مقر كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس في أنطلياس بمناسبة عيد القديس غريغوريوس المنور. يومي السبت والأحد الواقعين في 19 و20 نيسان 2008
تم تنظيم ندوة تثقيفية للقادة بمشاركة جميع الفروع بالإضافة إلى الهيئة العليا الكشفية. يوم الاثنين الموافق 21 نيسان 2008 شارك 78 كشافا في تصوير عمل فني لغسان الرحباني عن الأرمن في لبنان. مساء يوم الأربعاء 23 نيسان 2008 توجه كشافة جميع الفروع إلى نصب الشهداء الأرمن في بكفية، وبعد وضع الأكاليل توجهوا سيرا على الأقدام بقيادة الجوقة الموسيقية للكشافة إلى مقر الكاثوليكوسية في أنطلياس. يوم الخميس 24 نيسان 2008 تم إحياء ذكرى شهداء الإبادة الأرمنية في أنطلياس بمشاركة حوالي 500 عضوا في كشافة الهومنتمن. يوم الجمعة 1 أيار 2008 قام وفد من الكشافة بزيارة إلى اللاذقية وبلدة كسب الأرمنية. يوم الاثنين 5 أيار 2008 توجه وفد من كشافة الهومنتمن إلى ساحة الشهداء لإحياء ذكرى شهداء 6 أيار ألقيت خلالها كلمة حول المناسبة. أقيمت المخيمات الكشفية السنوية للفروع خلال شهري آب وأيلول 2008. نظمت مرشدات الهومنتمن معارض للمأكولات الأرمنية في تموز 2008. يوم السبت 18 تشرين الأول 2008 أقيم مخيم جوتي جوتا للاتصالات بمشاركة كشافة الفروع. شارك هومنتمن لبنان في الندوة الكشفية للقيادات في فروع العالم وذلك في أرمينيا بتنظيم من اللجنة العالمية لجمعية الهومنتمن ومشاركة 18 بلدا. يومي السبت والأحد 25 و26 تشرين الأول أقيم مخيم للكشافة في شوان، وكان قد سبقه مخيم الجراميذ في 28 أيلول في عنجر. يوم الأحد الموافق 26 تشرين الأول أقيم يوم كشفي للمرشدات في جبيل بمشاركة جميع الفروع. نظمت الهيئة العليا وللمرة الأولى المرحلة التحضيرية للشارة الخشبية في مقر هومنتمن أنطلياس بمشاركة جميع الفروع أيام 14، 15 و16 تشرين الثاني 2008. في يوم عيد الاستقلال الموافق 22 تشرين الثاني 2008 قام وفد من اللجنة العليا في لبنان والهيئة العليا والمفوضية العامة للكشافة بزيارة الرؤساء الثلاثة للتهنئة بالمناسبة. خلال عام 2008 تمت إعادة تنظيم فرعي هومنتمن عنجر والبوشرية. تعد الحركة الكشفية الوسيلة الفضلة لتربية وتهيئة الأجيال وإعداد مواطنين صالحين في خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم، وتعاهد جمعية كشافة الهومنتمن على البقاء مدرسة طليعية وجيشا كشفيا لمواجهة التحديات المستقبلية.